هو ليه الكائنات العملاقة اللي كانت عايشة على كوكب الأرض من ملايين السنين مش معانا دلوقتي؟ الكائنات دي ما بقتش موجودة دلوقتي بسبب حادث اسمه الماس اكستنشن أو الانقراض الجماعي. بص يا سيدي، الأرض عدت بخمس انقراضات جماعية، وأقول لك كلمة انقراض يعني النوع ده ما بقاش موجود خلاص، حصل حاجة جامدة جدا على الكوكب قضت على الكائنات دي. خليني قبل ما أبدأ أحكي لك على الخمس انقراضات دول أقول لك إن السبب الرئيسي في الخمسة دول هو التغيير اللي بيحصل في نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. واحدة من حوادث الانقراض الجماعي دي اللي قضت على الديناصورات. أول ماس اكستنشن عندنا هو الأردوفيشين ماس اكستنشن، حصل من 485 ل 444 مليون سنة فاتت، راح فيها 85% من الكائنات البحرية. سبب الانقراض في العصر ده هو انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون، ولما بتنخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون بتنخفض درجة الحرارة، العلاقة بينهم طردية، ده بيزيد دي بتزيد، ده بيقل ده بيقل. ومع انخفاض درجة الحرارة ابتدى يتكون جليد في القطب الجنوبي، ولما الجليد اتكون ده شفط مية كتير من البحار والمحيطات، فأدى إلى إن منسوب البحار والمحيطات قل مئات الأمتار. في كائنات حية ما قدرتش إنها تتأقلم مع درجة الحرارة دي فانقرضت خلاص، ما بقتش موجودة، بس في كائنات تانية قدرت إنها تكمل وتعيش. لكن بعد كده ابتدت درجة الحرارة انها ترتفع شوية مع ارتفاع نسبة ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ولما الجليد ابتدى ان هو يدوب تاني في المية ابتدت المحيطات انها تعاني من نقص الاكسجين، وبالتالي ده ادى الى الكائنات اللي كانت قادرة انها تتأقلم انها هي كمان تنقرض. وتاني انقراض معانا هو الليت ديفونيان ماس اكستنشن. لما اقولك كلمة غريبة بعديها ماس اكستنشن اعرف ان الكلمة الغريبة دي هو اسم عصر جيولوجي في الليت ديفونيان، يعني الليت اخر عصر الديفونيون، وده اقل حادث انقراض جماعي حصل على كوكب الارض. الليت ديفونيون ماس اكستنشن حصل من 383 ل 359 مليون سنه فاتت، قضى على 75% من الكائنات الحيه. خليني اقولك ان مش اول ما بتحصل الحاجه هوبا كل الحاجات بتنقرض، لا، انا عايز اقولك في الليت ديفونيون ده الكائنات الحيه فضلت 20 مليون سنه في شقاء ومعافرة وبتحاول انها تتأقلم مع البيئة الجديدة لحد ما استسلمت وردت بالأمر الواقع وانقرضت. لما العلماء درست الصخور والطبقات اللي موجودة في الليت ديفونيون عشان يعرفوا سبب الانقراض اكتشفوا ان سبب الانقراض كان نشاط بركاني ضخم. لما بيحصل انفجار بركاني بيحصل كذا حاجة، اولا بيتم اطلاق كمية كبيرة جدا من ثاني اكسيد الكربون بتسبب احتباس حراري، بيتم اطلاق كمية هائلة من اكسيد الكبريت اللي بيندمج مع السحب ويعمل لك امطار حامضيه، برضو بيتم اطلاق كميه كبيره من الحمم البركانيه، والبركان بقى اللي انفجر ده طلع 240 الف ميل مكعب من الحمم البركانيه. العلماء برضو لما درست الصخور والطبقات لقيت فيها نسبه من عنصر الإريديوم. الإريديوم ده مش موجود غير في النيازك لان هو موجود بره كوكب الارض، مش موجود في كوكب الارض، وده معناه ان في احتماليه ان نيزك في نفس الوقت ضرب الارض. وطبعا مع كل البهدله اللي بيحصل دي بيحصل حاجه اسمها ويذرنج واروجن للصخور، بتبتدي الصخور انها تتكسر وتتاكل وتجري على الميه وتنزل جوه الميه، بتعمل موت للطحالب، والطحالب بتنتج الاكسجين الموجود في المحيط، الطحالب تموت الاكسجين يقل من المحيطات والبحار، فالكائنات البحريه ما تعرفش تتنفس. بس خليني اقول لك ان رغم الاحداث الرهيبه اللي حصلت دي كلها الا ان الاشجار حصل لها زي طفره قدرت انها تنجو وتتأقلم وتوصل لأحجام ضخمة جدا جدا جدا، والأشجار دي كانت هي السلاح اللي هدى الجو شوية لأنها امتصت كمية ثاني أكسيد الكربون كبيرة، وبالتالي الجو ابتدى يبرد شوية. كل أحداث الانقراض الجماعي اللي فاتت دي ما هي إلا هزار، بس هزار خفيف كده. اللي جاي التقيل، برميان ماس اكستنشن، أقوى حادث انقراض جماعي حصل على كوكب الأرض من 252 مليون سنة فاتت، قعد لمدة 60,000 سنة، انقرض في 96% من الكائنات البحرية. وعشان تقدر تعافر وتتعافى من اللي حصل ده خدت من 4 ل 8 مليون سنة عشان بس تقدر بس تقف على رجليها، ده غير انه قضى على اعداد كبيرة جدا من الحشرات، وقضى على حوالي 3 من كل 4 انواع عايشة على الارض، ده غير انه قضى على كل الغابات اللي موجودة على الكوكب. وعايز اقولك الغابات عشان ترجع تنمو تاني وتتعافى خدت 10 مليون سنة. تفتكر ايه سبب المره دي بتاع الانقراض الجماعي؟ هو لعبنا في ثاني اكسيد الكربون، ده عن طريق سلسله انفجارات بركانيه حصلت في سيبيريا اطلقت حوالي 720 الف ميل مكعب من الحمم البركانيه و14.5 تريليون طن من الكربون. اللي بوظ الدنيا اكتر ان الماجما وهي طالعه من البركان عدت على ريزرفوار او على خزانات جوفيه للميثان، فرحت واخداه في طريقها ومطلعاه بره البركان للغلاف الجوي بتاعنا،
وتبقي القص العلقه اللي فاتت، بس المره دي الاحتباس الحراري اللي حصل بسبب ثاني اكسيد الكربون زود عليه الميثان. درجه حراره الميه كانت بتوصل ل 40 درجه سليزيوس عند خط الاستواء، ما كانش فيه ولا سمكه قادره انها تعيش في المنطقه دي، بالنسبه لها لو راحت المكان ده هتتسلق. ومع ارتفاع درجه الحراره والامطار الحموديه حصل للصخور تجويه وتعريه اللي هو ويذرنج واروجن، اتكسرت ومشيت بعيد نزلت في البحر. المره دي لما نزلت في البحر قللت الاكسجين بنسبه 76%. انت متخيل الكائنات اللي عايشه في الجو ده؟ حر، مفيش اكسجين، الدنيا بايظه، امطار حموديه، الحموديه كمان بتاعه المحيط ابتدت انها تزيد. فبس يا معلم انا هنقرض، خلاص خلصنا. مجرد ما الكوكب ابتدى يتعافى والشعب المرجانيه ترجع لانها كانت بتدوب من الحموديه، وكمان بقى في طيور واركوسورس وتماسيح وبتيروسورس، خلاص الكوكب بقى سكره وابتدت الكائنات الحيه انها تعيش حياه جميله. وبعد 50 مليون سنه هوبا ضربها رابع اخطر ماس اكستنشن، ترياسيك جوراسيك ماس اكستنشن. هتقولي جوراسيك اه كده شكله ده حدث الانقراض اللي طير الديناصورات كلها من على الكوكب، صح؟ هقولك غلط، الديناصورات بقت مسيطرة على الكوكب بعد حادث الانقراض ده. الترياسيك جوراسيك ماس اكستنشن حصل من 201 مليون سنة فاتت، انقرض فيه 80% من الكائنات الحية. ولما اقولك ترياسيك جوراسيك ده معناه ان اخر عصر الترياسيك بداية عصر الجوراسيك. في نهاية عصر الترياسيك ابتدى ان هو يحصل عندي كسر في نص قارة بانجيا، وده كون لي ذا سنترال اتلانتيك ماجماتيك بروفينس، كمية كبيرة من الصهارة موجودة في المكان ده. الكسر ده لما حصل طلع كمية كبيرة جدا من ثاني اكسيد الكربون واكسيد الكبريت اللي علا من حامضية المية، منعت الكائنات البحرية اللي بتعمل صدف انها تكون الصدفة بتاعتها. الصدفة بتاعت الكائنات البحرية مصنوعة من الكالسيوم كربونيت، وكل ما تكون حتة من الصدفة تيجي الاحماض تدوب الكالسيوم كربونيت، تقوم عامله حته كمان، تقوم مدوباها، تعمل حته كمان، تقوم مدوباها، فالكائنات ما قدرتش انها تعيش لانها كانت بتتاكل فانقرضت. وفي نفس الوقت ده اختفى جزء كبير من الحيوانات الفقاريه على الارض، بس زي ما بقول لك كده ان بعد حادث الانقراض ده الديناصورات خدت راحتها كده وشمت نفسها وفضلت حاكمه الارض ملايين السنين، بس زي ما انت عارف مفيش حاجه بتفضل على حالها، ولو قدمت للكائنات اللي قبليها قدمت للديناصورات. كريتيشيوس تيرشري ماس اكستنشن او اختصاره كي تي ماس اكستنشن، كابوس الديناصورات الاعظم، تالت اخطر انقراض جماعي حصل على الارض. وبسبب الانقراض الجماعي ده انت المفروض تحمد ربنا كل يوم، لان من غيره كان زمانك دلوقتي بتروح الشغل راكب ديناصور او بتربي الديناصورات كانها كلاب صغننه في البيت، وكان هيبقى عندنا جوراسيك بارك عادي. وممكن كمان زي ما في بعض النظريات بتقول ان الديناصورات كانت كائنات ذكيه جدا ومتطوره، فتخيل بقى، تخيل ان انت يبقى اللي بينافسك في الشركه بتاعتك ديناصور. المرة دي الانقراض الجماعي راح ضحيته 76% من الكائنات الحية. تفتكر بقى المرة دي ايه اللي حصل؟ من 66 مليون سنة نيزك ضخم ضرب الأرض، عرضه وصل ل 7.5 ميل تقريبا، وسرعته كانت 45 ألف ميل في الساعة، وقع في المية جنب المكسيك. أولا من قوة الاصطدام عمل حفرة موجودة لحد دلوقتي في المكسيك عرضها أكتر من 120 ميل، ومع الخبطة اللي حصلت دي أولا حصل تسونامي، تاني حاجة طلع في الغلاف الجوي بتاعنا كمية رهيبة من الغبار والحطام والكبريت، وقفت في الغلاف الجوي بتاعنا وحجبت الشمس انها توصل لسطح الارض، وبالتالي الجو بقى ساقع بسرعة. ده غير ان مع قوة الخبطة حصل حرائق في الغابات اللي على بعد 900 ميل من الاصطدام. تخيل انت ديناصور كده قاعد بتاكل في امان الله، فجأة الدنيا ظلمت، درجة الحرارة ابتدت تسقع، حرائق في كل مكان، ده غير ان في تسونامي جاي عليك، انت هتعمل ايه؟ انت ممكن تموت من الخضه، انت هتنقرض عشان انت اتخضيت اصلا. سيبك بقى من الخمس انقراضات اللي احنا اتكلمنا عليهم دول، انت مش شايف او ملاحظ حاجه غريبه؟ انت مش ملاحظ ان كل الانقراضات دي كانت بسبب اللعب في كميه ثاني اكسيد الكربون سواء قلت او زادت؟ طب وده ما بيفكركش بحاجه شغاله دلوقتي؟ هو انت مش ملاحظ ان نسبه ثاني اكسيد الكربون بتزيد؟ مش ملاحظ الجو ان بقى بيزيد الحراره بتاعته بشويش؟ تعالى بقى اكلمك في الموضوع ده. هل بسبب زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون ممكن يحصل لنا احنا كبشر انقراض جماعي؟ الإجابة هي أيوة. هقولك أنا، الأرض حاليا عندها أزمة في البيودايفيرسيتي أو التنوع البيولوجي بتاع الكائنات الحية اللي عايشة عليه. كل الكائنات اللي قلنا إن هي مهددة بالانقراض أوريدي انقرضت، وكل ده بسبب الهيومن أكتيفيتيز أو بالبلدي كده أعمال الإنسان، قطع للغابات وصيد جائر، زيادة انبعاثات بسبب استخدام الوقود الحفري. فاكر سلسلة البراكين بتاعت سيبيريا اللي بهدلت الدنيا في أقوى ماس اكستنشن بتاع البرميون؟ أهو أنا عايز أقولك في 2018
كمية ثاني أكسيد الكربون بس اللي طلعت مننا احنا كبشر قد اللي طلعت من سلسلة البراكين بتاعت سيبيريا، رغم اننا مش في حادث انقراض جماعي الا ان كل الحيوانات اللي كانت مهددة بالانقراض اوريدي انقرضت. والمشكلة الانقراض اللي بيحصل ده بيحصل اسرع من الطبيعي مئات المرات. في ظل السيناريوهات اللي شغالة دلوقتي فحب اقولك ان احنا على 2100 هتقرب درجة الحرارة بنسبة 20% من اللي كانت موجودة في اكبر ماس اكستنشن، وعلى 2300 هنبقى قربنا بنسبة من 35% ل50%، وبالتالي في حادث انقراض جماعي للبشر هيحصل. سيبك انت من كل ده ولا كأني قلت حاجة. انت كان نفسك انهي حيوان من اللي انقرضوا يكون عايش معاك دلوقتي؟